انا بعطيك كده مش جونس والله. اوعى بقى ما خلصنا يا زلمه. بدك تعيد 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 ما بصير تعيد. اعطيه دقيقه دقيقه دقيقة. مسموح البيع بعد التطوير. التطوير مش محدد للأركان ولا معروف لسنا. مسموح التطوير والتخصيص والتأجير بهذا القانون بهذه المادة. مش محطوط قيد على حسابات المشتري التي تعرف لها. مش محطوط قيد على المساحات. مش محطوط قيد على الحكم التحكيمية. مش محطوط قيد على المدة. يعني ما الدراسة زي ما بدي وبيع وخليه يطول خلال 50 سنة ما في قيد. مش محطوط قيد على الفروات. يعني فيها تدبير بطول عالي. وفيها سكر زيت عالي مش محطوط الى الرهن. كيف رايك على الماده؟ ادعوكم يا زملاء تسكتوا على الماده اذا سمحتوا ارجوكم. طيب اذا الحكومه تحترم احنا نحترم. هذه وافق المجلس؟ نعم نعم. تشكر. انت حرم الوقت. ان شاء الله راح يجي يوم نصور باذن الله. على كل شيء حلال. في مصلحه الاردن. معالي وزير الداخليه تفضل.